مع الوالد. تتحشرج الكلمات في حلقه وتفيض عيناه بالدموع. ما أن يستذكر وليد أمه وأباه وطفله ذو الستة أعوام الذين قضوا نحبهم في قصف تعرض له منزلهم بمحافظة الحديدة قبل أكثر من عام. فلا شيء في معاجم الكلمات والمعاني يمكن أن يعبر عما بداخله من وجع فقدان الوالدين والابن وقسوة حياة النزوح والتشرد. خرجنا السوق قضى، رجعت ما في لجارتنا بيت الجنبهم طاحت. أنا قال الوالد حقي ميت، أمي وابني كيف أعمل؟ يقول جيران ما مش داري كيف سيد حق الله، الله مشي لي مع الله وقه الله وكرمه وعيالي ساعي 6 أطفال والسابع مات. دبيش لا أقول إنه من طار التحالف ولا أقول من حويذة، المهم الشباكات. قد لا يعلم وليد من هو المسؤول عن مأساته هذه، لكنه علم علم اليقين أن البقاء في مدينته ذات الميناء الاستراتيجي الأهم في اليمن لم يعد خيارا آمنا. وبعد أن الحرب عن طيارات وقاصف وما قاصف، ما فيش أمان، ما فيش استقرار، الدنيا ما فيش. هربنا من الحديدة إلى تعز، تمام، ومن تعز حولنا إلى طور البحة. من طور البحة قصد طلبت لي زاد ناقص مع عيال معنا أطفال ونوينا طلبنا كراء، وانتقضنا إلى حضرموت هاربين من تحت الله ومشاكل حرب. مأساة وليد ليست الوحيدة من نوعها، ففي هذا المخيم الذي أقامته مؤسسة الأمل النسوية بمنطقة فوا غربي المكلا تتواجد نحو 35 عائلة تختلف المناطق والمحافظات الوافدة منها، لكن أسباب نزوحها تتشابه. احنا كنا في محافظة حجة القرب من حرض ب 45 كيلو في مديرة أفلاح اليمن، وبعدين كنا نائمين أتت طائرة نزلت أوراق للنزوح، نزوح لأن المنطقة مستهدفة، المنطقة مستهدفة. أخذنا أغراضنا وهاجرنا إلى صنعاء، ولما وصلنا صنعاء وجدنا أن المنطقة علاش تتحرر، انتقلنا إلى المكلا، قالوا المكلا أأمن. أما أطفال المخيم العالقون بين ذكريات الحرب والتشرد وقسوة واقع ممتلئ بالعديد من أوجه الحرمان، فهم مأساة لا يتسع هذا التقرير لتسليط الضوء عليها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.